طبعا احنا لانه ده مساء الانوار، ولان دي القاهره والناس اي حاجه بتتقال هنا بيبقى لها صدى رهيب جدا. احنا امبارح بحسن نيه شديده جدا كنا بنتكلم السيد قيس، وهو طبعا المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، فقلنا له وفقا للي نزل على موقع النادي الاهلي الرسمي ايه اجراءات تكريم رمضان صبحي، لانه الموقع الرسمي للنادي الاهلي قال ان النجم الساحلي سيكرم رمضان صبحي في تدريب الاربعاء اللي هو النهارده. فالراجل رد وقال انا ما عنديش اي فكره خالص عن هذا الموضوع. قلت له انت متحدث الرسمي المفروض عندك كل الاخبار. قال لا انا ما عنديش الموضوع ده اطلاقا ولا اعرف عنه حاجه. المكالمة دي بقت ترند طبعا على اليوتيوب، والمكالمة دي قلبت الدنيا في تونس والنادي والحكاية والرواية ومين قال ومين عاد ومين سوى. وطلع طبعا النادي نفى تماما ان هناك اتجاه لتكريم رمضان، هو طبعا يستحق كل التكريم، والنادي مش ده مش تقصير منه، لكن هو ما قالش، النادي ما قالش انه هيكرم. وبعدين احد الانصار هو اللي كان بيكرم رمضان حاجه شخصيه، وطلع السيد قيس وقال النهارده ان الدرع اللي بيتسلمه رمضان من احد التونسيين هو مبادره شخصيه منه، ولا طبعا ده اسمه سفيان الوردي وهو عضو في هيئه النجم الساحلي ليس لها اي علاقه بالنجم الساحلي. يعني طبعا احنا هنا بنتكلم انه يعني وما يزعلوش مننا اصدقائنا طبعا كلهم في النادي الاهلي والموقع والصفحه والكلام ده كله، لازم يبقى عندنا برضو دقه، ما نحطش نفسنا في حرج الحوار. يعني ده اسمه حرج الحوار، لما الموقع الرسمي يكتب انه النجم الساحلي سيكرم رمضان، اذا هناك مخاطبه رسميه من النجم الساحلي للنادي الاهلي انه ينتوي تكريم النجم رمضان، وهو يستحق زي تاني مره اهو كل تكريم، وبالتالي يتم الامر. اما انه واحد هيكرم حتى ولو كان عضو في هيئه النجم، فهذا امر شخصي زي ما قال السيد قيس المتحدث الرسمي، ما نزلهاش بقى على الموقع الرسمي، عشان ما مش عايز اقول كلمه حد يعلم علينا، دي كلمه فيها تجاوز مني قوي يعني، لكن ما ينفعش ايه احنا نقول كموقع رسمي فهم يردوا كموقع رسمي احنا ما قلناش ان احنا هنكرم. انا مش حابب الحكايه دي يعني، وعلى كل حال جل من لا يخطئ. ونشوف بقى هذا التكريم الشخصي بالصوت والصورة. انت عارف انه فريق النجم الرياضي الساحلي فريق كبير ويهتم بكل نجاحات، وأريد أن أوجه رسالة لكل الشباب الذين يتعاطون الرياضة في كل المجالات بأن كل شاب يتفوق في الرياضة ويرفع الراية الوطنية ويرفع راية فريقه فإنه يجب أن يكرم وأن تخترق كل الحدود واللغات والألوان. وبهذه المناسبة اللفتة الكريمة، النجم الرياضي الساحلي فريق مدرسة عريقة، مدرسة تكون الشباب وتعرف مدى نجاح الرياضيين، فأردنا أن نكرم وليس هذا بالغريب على فريقنا اللاعب رمضان صبحي وفريق النادي الأهلي وفريق النجم الرياضي الساحلي، علاقة طيبة وجد ممتازة، والدليل وجودكم كإعلاميين وأنتم تغطون كل ما يدور حولكم في تونس وترون الوقفة التي نقفها لا لشيء إلا لأن نترككم على راحتكم، ونعرف أنه بالمثل فريق النادي الأهلي سوف يعاملنا في المباراة في العودة، وإن شاء الله هذه تتكرر مع كل الفرق. حابين نغيروا، ليش كل ما يجي فريق يروح منكسر بتصير له حاجات غير معقولة غير رياضية؟ يا سيدي هذه رسالة، خلينا نبدأها من فريق النجم الرياضي الساحلي، أنه فريق النجم الرياضي الساحلي يكرم حتى لاعبين منافسه،
والرياضة أخلاق أو لا تكون. كلام في منتهى الاحترام والرقية الحقيقة بنحييه عليها، ونتمنى فعلا هذه الروح الجميلة اللي تحدث عنها تسود في كل الملاعب العربية.